السلام عليكم، معكم الدكتور محمد العزب من برنامج الصيدلية. النهاردة هنتكلم عن كل أدوية التخسيس اللي موجودة في الصيدلية، هنتكلم عن الأدوية اللي بتسد الشهية، كمان الأدوية اللي بتساعد في حرق دهون الجسم، كمان الأدوية اللي بتساعد في حرق دهون الأكل. هنتكلم عن كل الأدوية من أول الأدوية أم جنيه لحد الأدوية أم 15 جنيه. بس قبل ما نبدأ الحلقة عايزين لايك للفيديو ده وكمان اشتراك في قناة الدكتور محمد العزب، وأهم حاجة تنزلوا تحت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات بعد كده، بس أهم حاجة تعملوا لايك للفيديو ده. طيب هنبدأ نتكلم عن الأدوية اللي بتسد الشهية ونبدأ بأرخص أدوية لسد الشهية، وهو دواء بران. دواء بران كان نقص فترة كده في السوق وبعدين رجع الفترة دي، رجع الشركة بتاعته وبدأت تنزله. بران يعتبر أرخص دواء تخسيس موجود في الصيدلية. سعر الشريط، شريط كامل 10 حبيات بجنيه ونص، يعني تقريبا الكبسولة واقفة ب10 قروش، يعني أرخص دواء سد شهية موجود في الصيدلية. طيب بران آمن لكل الناس، مفيش منه أي أضرار. إزاي نستخدمه لسد الشهية؟ بران ممكن نستخدم منه كبسولتين قبل الفطار وكبسولتين قبل الغداء لسد الشهية، هيساعد في سد الشهية تماما، بس ناخده قبل الفطار والغداء بنص ساعة مع كوبايتين ثلاثة مية. ده عبارة عن ردة بتنزل تنفش في المعدة فبتسد الشهية. طيب لو ما لقيناش بران ممكن نجيب ردة مكانه، ناخد ردة كده جاهزة ونحطها على زبادي ونشربها قبل الفطار والغداء بنص ساعة، وكمان قبل العشاء ممكن. ده أرخص دواء سد شهية موجود في السوق، الشريط الواحد بجنيه واربعين قرش. طيب في حاجة تانية لسد الشهية أكتر فعالية من البران بس أغلى شوية؟ في الفيتوشيتوزان، بيساعد في سد الشهية. دي عبارة عن ألياف بتنزل تنفش في المعدة فتسد الشهية، وعبارة عن ألياف كمان بتنزل بتاخد الدهون وتاخدها في البراز على شكل ألياف فبتقلل الدهون اللي في الأكل. يبقى الفيتوشيتوزان سعر الشريط 13 جنيه ونص، أغلى من البران طبعا بس مفعوله أحلى. طيب الفيتوشيتوزان آمن برضو، مفيش منه أي موانع استخدام إلا لو في انسداد في الأمعاء أو كده. وبرضو أي دواء هنتكلم عنه تبقوا تبصوا في الروشتة اللي تبقى جواه قبل ما تستخدموه. طيب عايزين دواء بقى يكون أحلى من الاتنين دول، بس هو ناقص شوية، هو دواء ميرتي. ميرتي ممتاز جدا في سد الشهية وكمان في نسبة حرق، بيحرق الدهون لأن فيه كروميوم. الميرتي عبارة عن شيتوزان مع الكروميوم مع بعض في نفس الكبسولة. الشريط من الميرتي ب14 جنيه، ميرتي ممتاز برضو وناقص، بس ناقص في السوق شوية. لو ما لقيناهوش نجيب الفيتوشيتوزان أو البران، دول التلاتة دول بيساعدوا في سد الشهية والتلاتة ممتازين جدا. طيب دول بيساعدوا في سد الشهية بس، عايزين بقى الأدوية اللي بتنزل دهون الأكل. هو الأورليستات، مادة الأورلي هي الوحيدة اللي ليها فعالية في تنزيل دهون الأكل، بس من ضمن أعراضها الجانبية إن هي تعمل إسهال دهني شوية، وبرضو من ضمن أعراضها الجانبية إن هي تقلل أربع فيتامينات في الجسم اللي هو فيتامين A وفيتامين دال وفيتامين E وفيتامين كاف. الأورلي الشريط منه غالي شوية ب32 جنيه، بس ممتاز جدا لتنزيل دهون الأكل. ناخد منه كبسولة واحدة قبل الغداء بنص ساعة برضو مع كوباية مية. أي دواء هنتكلم عنه بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة مع مية كتير، بقى نشرب مية كتير. يبقى الأورلي ستات ب32 جنيه، ناخد كبسولة قبل الغداء بنص ساعة. طيب عايزين بقى الأدوية اللي بتساعد في حرق دهون الجسم يا دكتور، وكمان حرق دهون الأكل. أفضل دواء لحرق دهون الجسم تماما هو التوب جينج. التوب جينج من أفضل الأدوية، أنا بحبه جدا، من أفضل الأدوية اللي بتساعد في حرق دهون الأكل والجسم. التوب جينج فيه أربع مكونات، فيه كروميوم وفيه شاي أخضر وفيه أعشاب الجرسينية وكمان فيه جنزبيل. الأربع مكونات دول بينسفوا دهون الجسم كمان الدهون الأكل. ممتاز جدا التوب جينج، الشريط ب19 جنيه بس هو ناقص شوية في السوق، اللي يلاقيه يجيب منه. البديل بتاعه كروماكس، بس الكروماكس أضعف جدا من التوب جينج. التوب جينج ممتاز جدا، مش هتلاقوا زيه. لو ما لقيتهوش ممكن تاخدوا بقى الكروماكس. طيب الجرعة بتاعت التوب جينج ازاي؟ ممكن ناخده بعد الفطار وبعد الغداء بنص ساعة، أو بعد الفطار والغداء على طول مع حبيتين بعد الفطار وحبيتين بعد الغداء مع كوبايتين ثلاثة مية. ده التوب جينج. كروماكس نفس الكلام برضو، كبسولتين يا إما قبل الفطار أو بالغداء بنص ساعة، يا إما بعد، يا بعد يا قبل. توب جينج طبعا ممتاز، اللي يلاقيه يجيب على طول، حرق دهون الجسم والأكل كلها. في برضو الجينجر دي الشريط ب2 جنيه، الشريط 10 كبسولات ب2 جنيه بس هو ناقص برضو. ممكن نستخدمه كمشروب كده، نحط الكبسولة في كوباية مية ونحط عليها مية مغلية ونشربه على الريق كده أو بعد الفطار. ممتاز جدا، هيساعد في حرق دهون الجسم والأكل. دي كان عبارة عن حلقة سد الشهية وحرق دهون الجسم. ممكن ناخد ايه من الأدوية دي مع بعض؟ ممكن ناخد أورلي مع التوب جينج مع الفيتوشيتوزان أو الميرتي.
اي دواء من دول ممكن ناخده الثلاثه دول مع بعض، ممكن الثلاثه دول ممتازين جدا مع بعض. ولو عجبتكم الحلقه برضو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان اشتراك في قناه الدكتور محمد عزب، واهم حاجه تنزلوا تحت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بعد كده، واهم حاجه تعملوا لايك للفيديو ده، وشكرا.